نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم ببلدان أمريكا الجنوبية بيومية لاناسيون التي كتبت استنادا إلى نتائج استطلاع للرأي أن 76% من المستجوبين أبدوا عدم رضاهم عن الوضع في الأرجنتين و 74% يرون أنه ساء مقارنة بالعام الماضي. وفي البيرو كتبت للريبوبليكا أن المدعي خوسيه دومينغو استأنف الحكم القضائي الذي يسمح لحزب القوة الشعبية بالمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن رفض قاضي تجميد أنشطة الحزب على خلفية التحقيقات الجارية معه في تهم بالفساد. وإلى يومية البايس التي كتبت أن الرئيس الكولومبي أعلن عن القبض على خيسوس ماتشادو أحد أبرز قادة المنظمة الإجرامية ذي الجولفو والذي تصفه السلطات بالمجرم الخطير جدا. وننهي جولتنا بلا تيرتيرا الشيلية التي كتبت أن رئيس النيابة العامة انتقد بشدة مشروع قانون العفو عن المدانين على خلفية المظاهرات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في 2019، ووصفه بأنه سابقة خطيرة للغاية.